أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد على الهواء مباشرة وألو صحتي. أعزائي المشاهدين، فترتنا الأولى النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيها عن زراعة الكبد، من تناسب، مين تفيد، الشروط المتبرع، هل في خطورة على الإنسان اللي بيتبرع بالكبد، أو يعني بطبيعة الأمر هنتكلم عن الاحتياطات ما بعد الزراعة، من تناسب، ده الأهم كمان، من تناسب زراعة الكبد وفي أي مرحلة عمرية، هل في شروط عمرية، هل في شروط حالة صحية برضو قبل الزراعة، إيه مسألة الزراعة، يعني إيه طبيعة مسألة الزراعة، علاقة الزراعة برضو بالفيروسات، هل لو كان الإنسان مصاب بفيروس سي وتم زراعة كبد له، هل يستمر في العلاج ولا، وهل الكبد الجديد طبعا عرضة للإصابة بفيروس سي؟ هنتكلم عن ده بالتفصيل إن شاء الله. يسعدنا ويشرفنا يكون معانا في هذا اللقاء على الهواء مباشرة للرد على كل تساؤلاتكم الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. أهلا وسهلا دكتور محمد. أهلا وسهلا. خليك دكتور محمد، خلينا نتكلم في البداية عن إيه المقصود بزراعة الكبد وأنواع الزراعة لو إن وجدت. زراعة الكبد هو إن إحنا بنعمل غرس لكبد سليم جوه حد مريض بالكبد، بفشل في الكبد، بتليف في الكبد يؤدى إلى فشل في الكبد. الزراعة دي في حد ذاتها قد تكون نوعين كبار قوي، النوع الأول زرع كبد كامل والنوع الثاني زرع كبد جزئي. كبد كامل ده مش موجود في مصر. أيوه. كبد كامل ده اللي هو بناخد كبد من حد حديث الوفاة. أيوه. حد لسه متوفي حديثا، بناخد الكبد كله وبنزرعه في الشخص المريض. ده لسه مش موجود في مصر، لسه القانون ما أقروش، لان احنا لسه ما عندناش اقرار للقانون اللي هو وفاه جذع المخ والكلام. أيوه. ده ولسه ما اقرش رسميا، ولسه ما ده حتى معطل زراعه اعضاء كتيره. بالظبط، معطل زراعه اعضاء كتيره، وده يعني المفروض خلال يناقش بيناقش يعني في خلال شهور او اقل من سنه، لانه يحل مشاكل كتيره ويعني بالظبط، وكمان يقفل باب احنا مش عاوزينه يعني ينتشر او يعني يبقى موجود اصلا يعني. زرع الكبد اللي موجود في مصر من قرابه بقاله حوالي يمكن 17 سنه دلوقتي، اللي هو زرع الكبد الجزئي. أيوه. زرع فص من الكبد، بناخد من متبرع فص من الكبد وبنزرعه في الشخص المريض. الفص ده غالبا بيبقى الفص الايمن اللي هو حوالي نص الكبد او يمكن اكتر من شويه، حوالي 60% من الكبد. بتتم العمليه دي في مراكز كتير في مصر، مراكز كبرى كلها متخصصه في زراعه الكبد وبنجاح نسب كويسه. ليه الفص الايمن يا دكتور؟ لان هو الاكبر. آه. 60% هو اللي بيبقى مناسب لحجم المريض، لان في لازم في نسبه وتناسب. صح. ما بين وزن الكبد وما بين وزن المريض اللي هيعمل العمليه، ليها نسب عالميه متعارف. أيوه. عليها، مقاييس عالميه متعارف عليها. أيوه. اللي هي متوسطها 1% من وزن المريض. يعني لو فرضنا ان المريض وزنه 80 كيلو جرام، يبقى لازم الفص اللي هنزرعه له يكون على الاقل 800 جرام، عشر وزن المريض تقريبا، عشان يقوم بوظيفته ويكفي الجسم كله. بالظبط، عشان يكفي وظائف الجسم بعد كده. بالظبط. تمام. فده عشان كده بناخد الفص الايمن غالبا المتبرع، الا في الاطفال ممكن ناخد الفص الاصغر شويه، الفص أيوة. الايسر، لان الطفل برضه مناسب لحجمه يعني. بالظبط، حجمه صغير. تمام. فده مناسب. هنتكلم بالتفصيل يا دكتور، لكن معانا اول تليفون. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. استاذن حضرتك اكلم دكتور محمد. اتفضلي، معاك الدكتور محمد، اتفضلي. اهلا وسهلا، ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، ربنا يكرمك. الو، ايوه، اتفضلي اتفضلي. ماشي يا فندم، ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك، ربنا يكرمك يا رب ان شاء الله. استاذن حضرتك دلوقتي، حضرتك بتتكلم على زراعه الكبد. أيوة. هل لكل الاعمار بتسمح لزراعه الكبد، حتى لو طفل مثلا ظهر فيه المرض؟ ومعلش سؤال تاني بعد اذن سيادتك، دلوقتي بيقولوا ان في حقن طلعت جديده يعني لامراض الكانسر، ممكن تتاخد في العضو نفسه. طبعا دي مش عارفه، سرطان الكبد قصدك؟ مصر سرطان الكبد؟ لأي سرطان ده بيقولوا يعني، انا شفتها على، مش عايز اذكر حاضر يعني، حاضر. شفتها على في فيديو على النت، بيقولوا ان في حقنه ظهرت في بلاد بره بتعالج الكانسر. لا حاضر حاضر، هنقول لك. بتتداد في العضو نفسه وبتشفي الجسم كله. تمام، هنجاوب. حاضر، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. اتفضل دكتور، فيما يخص ايه زراعه الكبد، هل تناسب كل الاعمار ولا لا؟ بالظبط، فيما يخص السن، اولا هو يعني احنا بالنسبه للاطفال، السن في زراعه كبد للاطفال موجوده في مصر برضو من سنوات طويله جدا، حتى لو لسه طفل عنده سنه او طفل يمكن اصغر من كده كمان، لان في احيانا بعض الامراض الخلقيه اللي بتصيب الكبد، خاصه بالقنوات النرويه، خاصه بتليف كبدي خلقي بيحصل احيانا عند بعض الاطفال الصغيرين، حاجه خلقيه وليها زراعه كبد وليها نسبه نجاح يمكن اعلى كمان من نسب نجاح زراعه الكبد في الكبار. ده بالنسبه للحد الادنى للسن. أي. الحد الاقصى للسن، احنا الحقيقه عندنا في مصر كل مراكز زراعه الكبد اتفقت تقريبا على ان وضع حد اقصى للسن حوالي 60 سنه. وليه 60 سنه؟
علشان بعد سن 60 سنة ممكن يكون في مشاكل أخرى في الأعضاء الأخرى، يعني القلب مثلا يكون فيه شوية كسور، أو يكون الرئة برضه فيها شوية كسور. مع تقدم السن بتكون تمام نسبة احتمال المريض للعملية بتكون أقل، بالظبط. خاصة إن عملية زرع الكبد دي عملية كبيرة جدا، طبعا عملية يمكن أكبر عملية أو من أكبر العمليات اللي عرفها الطب لحد النهاردة. عملية بتستغرق في وقتها الجراحة نفسه بيستغرق يمكن أكتر من 10 ساعات، فمحتاجة مريض بمواصفات خاصة، مريض يقدر يحتمل هذا جيدا. ايوه فالسن متعارف عليه في المراكز كلها في مصر يمكن حد اقصى 60، بره مصر يكون لكن 40، الاطفال حد اقل. بس الاطفال مرتبطه اكتر بالوزن، لكن السن مسموح لحد من بعد سن سنه كمان التفريز الكبد، ايوه ممكن اقل من كده بالظبط. كمان طالما حاله الطفل محتاجاه. والتبرع هنا يكون من طفل ولا يكون من حد كبير؟ لا اذا كان بناخد من خاص حد، الطفل طبعا. لا بناخد من حد كبير، بناخد من والده او والدته، بناخد الفص الايسر اللي هو الفص الصغير، لان ده هيبقى مناسب جدا لوزن الطفل. تمام. يمكن السؤال الثاني محتاجين نسأل فيه المتخصص بقى، أورام أو غيره. السؤال الثاني حضرتك بتسألي على حقن معينة ذكرت في أحد القنوات اللي هي حقن لعلاج السرطان ذكرت أيوه. حديثا. الحقيقة طبعا أي دواء جديد علشان يقرر عالميا لازم بيمر مراحل كتيرة، بالظبط. 3 مراحل معروفين. المرحلة الأولانية تحليله كيميائيا، نشوف المادة الكيميائية بتاعته إيه. المرحلة الثانية بنجربه على عدد صغير من الناس. المرحلة الثالثة عدد أكبر شوية لحد ما يقدر نثبت فاعلية هذا الدواء بالظبط. وأمانه. ايوه بعد كده لازم بيمر مرحلة أخرى هي عرضه على الهيئات العالمية، في هيئتين عالميتين كبار قوي مسؤولين عن الاف دي إقرار، ايه طبعا الاف الاهم. دي ايه وحاجة اسمها الإيمية، دي حاجة ايوه أمريكية ودي حاجة ودي هيئة أوروبية. دول مسؤولين عن إقرار هذا الدواء، بيطلعوا على كل بدون هذه ده الشروط ما تفكريش في حاجه. بالظبط بدون ما حاجة ما تكونش كلها مثبتة امور دعائيه ويعني أقرت تجاريه. عالميا لغير معترف بيها طالما ما بالظبط أقرتش عالميا. تمام. معانا تليفون تاني يا دكتور. الو. الو ايوه الو، السلام عليكم. عليكم السلام. الو اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي سالي اتفضلي. معلش يا دكتور، انا كنت عايزه بس اسال الدكتور، انا عندي مراره، حصوات مراره 8 حصوات، وعندي القولون فارش متضخم، يعني ايوه بيقولوا لي اسمه المستقيم. هل دوت لو انا عملت المراره ممكن يبقى لي، يعني ممكن يحصل لي حاجه وانا القولون فارش عندي؟ الامر واضح حضرتك. شكرا جزيلا والف سلامه ليك. شكرا، اتفضل يا دكتور. بص حضرتك، المراره اللي فيها حصو يفضل طبعا لو الحصو ده عامل الام متكرره او التهاب مزمن متكرر بسبب هذه استئصالها الحصوات على طول. استئصالها طبعا، علشان احنا بنخاف من حاجات كتيره ايوه ناتجه عن هذه الحصوات. صح. ممكن ان الحصوات دي من كتر ما بتعمل تحرك. التهاب تعمل صديد في المراره دي وتخليها كيس مليان صديد. الحاجه التانيه ممكن تتحرك حصوه من الحصوات دي وتنزل في القناه المريه وتسدها وتعمل ما يسمى بالصفراء بالظبط الانسداديه، وده بيبقى ليه اثار جانبيه حقيقي. مش كويسه. فكون عمليه المراره محتاجه عمليه، محتاجه عمليه، لكن هل ده يؤثر على القولون سواء عند حضرتك القولون العصبي او القولون المتضخم شويه؟ الحقيقه ده ليس له تاثير على الاطلاق، لا توجد علاقه اطلاقا ما بين المراره والحصوات اللي جواها والقولون العصبي اللي عند حضرتك. العمليه بتاعت المراره تتعمل بامان تام، والعلاج القولون العصبي علاجه هي بعض الادويه اللي بتحسن اداء القولون وبتؤدي. لما بتقول في تضخم في القولون، ده كلمة منطقية ولا مش؟ مفيش حاجه اسمها تضخم في القولون، مفيش حاجه اسمها تضخم في القولون، في حاجات خلقيه شويه بس ما بتحصلش في السن الاكبر من كده. مفيش حاجه تمام. اسمها تضخم، هي قصدها قولون يمكن في عمل سونار او حاجه زي كده، ولا القولون بتاعك متضخم منتفخ بالهواء، وده بيحصل مع القولون العصبي. بالظبط بالظبط. خلينا نرجع تاني لزراعة الكبد دكتور محمد، ونقول لو احنا بنزرع في طفل ايه المطلوب من فحوصات وتهيئته واسباب كمان الزراعه، قبل ما اتكلم بالتفصيل عن اسباب زراعه الكبد في الكبار كمعلومات يعني. هي الطفل معظم الاسباب او غالبا يمكن كل الاسباب اللي زراعه الكبد في الاطفال هي اسباب حاجات خلقيه. ايوه. حاجات ليها علاقه مولود بها الطفل. مولود بها الطفل. خلل معين في الانزيمات بتاعه الكبد ادت الى عدم هضم مثلا النشويات بطريقه كويسه. أيوة. وده بيؤدي على كفاءه الجسم كله. خلل معين في القنوات المراريه. يعني بيتولد المريض عنده تليف في القنوات المرارية، هو مولود بكده، وده برضو حاجة خلقية بتؤدي في الآخر إلى فشل في الكبد وتؤدي إلى إن إحنا محتاجين زراعة كبد. أحيانا بيبقى فيه هي علاقة القنوات المرارية بالكبد إيه بقى؟ القنوات المرارية لما بيبقى فيها تليف بتؤثر على كفاءة الكبد كله، بتخلي أيوة. الصفرة زي محبوسة في الكبد، بتعلي الصفرة جدا، وعلو الصفرة ده في الكبد بيؤثر على خلايا الكبد بالسلب، سام يعتبر سام لخلايا الكبد، أيوة. فبيؤدي بعد ما الطفل يتولد بشهور قليله جدا، انحباس الصفره ده
جوه خلايا الكبد بيؤدي الى تلف هذه الخلايا الكبديه، مؤدين الى تليف، مؤدين الى فشل في خلايا الكبد. هنا هي على طول زراعه بقى. هنا على طول زراعه. فاسباب زراعه الكبد في الاطفال يمكن يفتينا فيها اكتر مني حد متخصص في الاطفال، لان هي اسباب كتيره جدا. تمام. ولكن في النهايه الطرق التحضيريه لزراعه الكبد اللي حضرتك سالت عليها بالنسبه للاطفال هي تستوي مع الكبار. نفس الخطوات التحضيريه اللي احنا بنحضر بيها المريض الكبدي البالغ هي نفس الخطوات التي بيخضع لها الطفل. تمام تمام تمام. طب معانا تليفون نكمل يا دكتور. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. من فضلك ممكن اسال الدكتور؟ اتفضلي، معاك الدكتور محمد، اتفضلي. انا بقالي من 2005 بقالي 12 سنه عندي فيروس سي، وكان في فيبروزس في الكبد اف 4. وبعدين من سنه كده وانا بتابع كل 3 شهور التحاليل والسونار، فاتضح ان في بؤرتين على الكبد، كل واحده منهم 1.8 سم، وفيه وحمه يعني. فكنت عايزه اعرف الفرق بين البؤرتين والوحمه، وامتى ان هما البؤرتين دول يبقى فيهم خطوره. حاضر. بعدين دايما يعني اكلت او ما اكلتش احس ان انتفاخ في بطني، مراره في بقي، الم في الناحيه اليمين. طيب مش عارفه، كنت عايزه. حاضر، الف سلامه ليك. الامر واضح يا دكتور؟ انا اسال بس حضرتك سؤال واحد. اتفضل. احنا عملنا اشعه مقطعيه؟ لا، مقطعيه لسه ما عملتش. قال لي الدكتور بيقول لي لما يبقوا اكتر من 2 سم. تمام، يعني ما عملناش اشعه مقطعيه تقول طبيعه البؤرتين اللي موجودين دول ايه؟ ما عملناش. لا لسه، كل 3 شهور بعمل سونار. تمام تمام. هما بقالهم سنه 1.8. تمام، هرد على حضرتك. تمام حاضر، شكرا جزيلا والف سلامه ليك. شكرا، اتفضل يا دكتور. بص حضرتك، حضرتك بتقولي عندك فيروس سي بقالك حوالي يمكن 12 سنه، وفي نسبه تليف في الكبد اللي هي الدرجه الرابعه. وجود بؤر في الكبد باي حجم تستدعي الاهتمام. يعني احنا لازم نعمل سونار لوحده مش كفايه، لازم نعمل اشعه مقطعيه ونشوف طبيعه هذه البؤر ايه. هل هي طبيعه، هل هي فعلا وحمه فقط، يعني حاله خلقيه انت مولوده بيها، ولا في تحور في بعض الخلايا ادى الى مثلا بؤره مشتبه انها تكون فيها اي ورم او حاجه زي كده. ده بيثبت او بينفع عن طريق الاشعه المقطعيه. اشعه مقطعيه بالصبغه، الاشعه المقطعيه بالصبغه دي بتقدر تقول لي لو هذا البؤر خدت هذه الصبغه جواها، يبقى انا عرفت كده ان في احتمال في اشتباه، يكون في تغير غير حميد في الخلايا، وده بيحتاج تدخل. يعني حضرتك بتقول البؤر حجمها صغير، سنتي وسنتي وحاجه، دي حاجه كويسه. ودي حاجه حجمها، ودي حاجه صغيره، دي حاجه كويسه ان الحاجه دي لسه في اولها. حتى لو فرضنا ان فيها اي تغير غير حميد في الخلايا، فسهل جدا علاجها في الاول كده طالما هي لسه صغيره خالص. فانا انصح حضرتك ان نعمل اشعه مقطعيه على طول دلوقتي، ونحدد بالظبط هل البؤر دي محتاجه تدخل دلوقتي ولا لا. وايه الفرق بين البؤرتين والوحمه؟ الوحمه دي حاجه خلقيه زي الوحمه اللي بتيجي في الوش، أي. بتيجي في الايد، اللي هي الوحمه الغامقه، أي. لونها غامق شويه، بيختلف صبغه صبغه لونيه. بيسمى تجمع دموي خلقي. أي. الوحمه دي حاجه حميده ملهاش اي علاج، مش محتاجه اي تدخل. أي. على الاطلاق لو وجدناها في الاشعه التلفزيونيه شبيهه الوحمه اللي في الجلد من بره. بالظبط. لكن مش البعض بيستقى، يعني بعض الناس بتقلق من دي، يعني انه قد يستخدم لفظ الوحمه للتخفيف على طبعا مش حالتها لكن بشكل عام، يعني انه انها كذا واحنا بنقول وحمه، يعني هي تكون مرض لا قدر الله واحنا بنقول وحمه، ولا ده لا؟ لا، عاده احنا في الامور زي كده بنصرح المريض، نقول له عندك حاجه فيها تغيرات في الخلايا ودي لازم نتعامل معاها علشان ما تضرش بقيه الكبد. مش محتاجه متابعه يا دكتور؟ وعشان ولا الوحمه نتابعها؟ الوحمه اللي هي الحاجه الخلقيه، لا مش محتاجه اي متابعه. لو ثبت بالاشعه، احنا بنعمل برضه لازم ليها برضه اشعه مقطعيه بالصبغه، نشوف طبيعتها ايه، بتبان برضه. والاشعه المقطعيه بتقدر تقول بكل وضوح دي حاجه خلقيه ولا حاجه غير خلقيه. بالظبط. وبتقدر تحدده، لو اتاكدنا ان هي فعلا وحمه، يعني الحاجه الخلقيه دي، مش محتاجه اي متابعه بعدين. تمام، خلينا نرجع تاني لزراعه الكبد ونقول شروط او يعني اسباب زراعه الكبد عند الكبار. اسباب زراعه الكبد عند الكبار، يمكن عندنا في مصر السبب الرئيسي لزراعه الكبد عند الكبار هو التليف الكبدي الناتج عن فيروس سي. يعني حوالي 90% من الحالات اللي عملت زرع كبد في مصر خلال ال 17 سنه اللي عدوا، معظمهم تليف، 90% منهم تليف كبدي ناتج عن فيروس سي. في اي درجه؟ الدرجه اللي هي نسبه التليف اللي ادى الى فشل في الكبد، يعني فشل الرابعه، ما بعد الرابعه. ما بعد الرابعه بالظبط. نسبة أقل شوية فيروس بي. يعني عندنا بعض الحالات اتزرع في كل مصر، احنا في مصر حوالي زرعنا يمكن عدينا 3000 حالة بأرقام بسيطة. ال 3000 دول 90% منهم ناتج عن فيروس سي. زرعوا نتيجة عن تليف ناتج عن فيروس سي. نسبة أصغر فيروس بي، ما تعداش 3 4، برضه تليف وفيروس كبدي ناتج عن فيروس بي. بعض الناس تليف كبدي ناتج عن
الدهون في الكبد المزمنه اللي ادت الى التهاب مزمن ما يسمى بالكبد الدهني المرضي. دي بعض الحالات نتجت عن كده، بعض الحالات عن التهاب الكبد المناعي، بعض الحالات اللي هي اللي كنت بقول لحضرتك الاطفال. لكن النسبه الكبرى او النسبه العظمى من حالات زرع كبد في مصر ناتجه عن فيروس سي. ده بيختلف شويه عن نسب في العالم. احنا عندنا في العالم نسب زرع كبد السبب الرئيسي فيها مش فيروس سي، السبب الرئيسي فيها الكبد الكحولي، الناتج عن تعاطي الكحوليات. هم عندهم التليف الكبدي يعني ناتج عن تعاطي الكحول اكتر من عندنا طبعا بكتير. احنا عندنا يمكن احنا بعد القضاء على فيروس سي او يعني مواجهته بنسبه كبيره الامر هيقل بشكل كبير، الامر هيختلف. وده بدا حتى اتضح في اخر كام سنه ان بدات نسبه فيروس سي في حالات اللي زرع كبد مثلا في اخر سنه بقت اقل شويه من ما هو قبل ذلك. الحمد لله ماشيين في الطريق الصح كده بفضل الله. خلينا نقول دي الاسباب، نقول الشروط الواجب توفرها في المتبرع وكمان اللي بينقل له او بتتم له عمليه زراعه كبد. تمام، خلينا نتفق الاول ان الاسباب اللي انا قلتها لحضرتك دلوقتي اللي هي عنات اللي بنتج عنها تليف كبدي سواء فيروسي او بي او غيره او التهاب كبدي مناعي، مش كل مريض عنده الحاجات دي محتاج زرع كبد. طبعا احنا بنصل لمرحله معينه هي اللي نقدر نقول فيها ان المريض ده محتاج زرع كبد. المرحلة دي امتى؟ عندما تحدث المضاعفات التي تؤدي الى خلل في الكبد وخلل في حياة المريض. يعني حاجات تعوق المريض على اداء وظيفه. تعوق استسقاء شديد، يخلي بطنه كبيرة جدا مش عارف يتحرك منها. لا قدر الله غيبوبة كبدية متكررة، لو حد طبيب، حد محاسب، حد بيشتغل بذهنه كتير، برضو الغيبوبة الكبدية المتكررة دي هتعوقه عن اداء عمله. لقد الله حدوث نزيف دموي متكرر قد يؤثر على حياته. كل دي مضاعفات بتؤدي الى ما يسمى بفشل في الكبد. هذه المضاعفات عندما تتواجد يبقى انا اقدر اقول ان هذا المريض بدانا في مرحله يحتاج زرع كبد. ليه؟ لان مش كل مريض تليف حتى درجه رابعه بالظبط، حتى لو الدرجه الرابعه. يعني ممكن مريض عنده تليف كبدي يقعد بالدرجه الرابعه دي 10 سنين و20 سنه وهو كويس. ايوه، لان اللي بيحصل ان بيفضل الكبد متكافئ يعني قادر يقوم بوظيفه حتى هو في تليف. ربنا ادى قدره لهذا الكبد على القيام بوظيفته لسنوات وسنوات وسنوات. في تليف هو صامت وبيعاني، صامت وكل حاجه، ربنا ادى هذه القدره للكبد انه يقدر يقوم بوظيفه، يحافظ على نسبه البروتين ويحافظ على نسبه السيوله ويحافظ على عدد خلايا الدم. كل ده الكبد بيقوم بيه حتى وفي نسبه تليف لفترات طويله قوي، لحد ما خلاص تقدر تبدا خلايا الكبد خلاص تتعب خالص وتبدا نسبه التليف تكبر فيها قوي. ده بننتقل من مرحله التليف الكبدي المتكافئ الى ما يسمى بمرحله التليف الكبد الغير متكافئ اللي هو مصحوب بقى بمضاعفات الغيبوبه والاستسقاء والقيء الدموي والالتهاب البريتوني. كل الحاجات دي اللي هي وصلنا لمرحله التليف الكبد الغير متكافئ اللي هي هنحتاج فيها زرع كبد. وبرضه الامور مش متروكه كده. يعني اللي محتاج زرع الكبد ده ليه مقاييس متعارف عليها دوليا وعالميا. في نوعين من انواع المقاييس اللي احنا بنقيس بيهم، حاجه اسمها شايلد سكور وحاجه اسمها ميلد سكور. دي مقاييس معادلات معينه بتخش عن طريق واحده منهم، بتحسب عن طريق معادله عن طريق الانترنت، بنحط ارقام المريض، نسبه الصفرة كذا، نسبه السيوله كذا، وظيفه الكلى كذا، نسبه الصوديوم كذا، تقول لنا اوكي او لا، وتقول لنا سكور، تقول لنا رقم، تقول لنا مثلا المريض ده رقمه نسبه رقم عنده كذا، الرقم ده لو عدى رقم معين يبقى احنا محتاجين زراعه كبد. وهكذا طريقه القياس الثانيه، الطريقه دي طريقه قديمه قوي اللي هي طريقه مراحل المريض، المريض ده في المرحله الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، او بنسميها A او B او C، اللي هي هل هو بدات كفاءه الكبد تتاثر قوي ولا لا، برده دي بتقاس بمقاييس معينه، نسبه الاستسقاء قد ايه، نسبه الغيبوبه قد ايه، الصفرة قد ايه، السيوله قد ايه، بتتحسب. وبرضه بقدر اقول لا احنا وصلنا للمرحله اللي احنا محتاجين فيها زراعه كبد. وبرضه هرجع اقول لحضرتك طب ليه انا مريض الكبد اللي عنده تليف بسيط ما نعملوش عمليه من ونريحه من البدايه عشان ما يتعرضش للمضاعفات؟ لان برضه زرع الكبد زي ما هو امل وزي ما هو حل امثل للمريض اللي عنده تليف كبدي، الا ان هو محمل ببعض المضاعفات اللي قد تحدث عنه. فانا مش هقول للمريض اعمل زرع كبد الا اذا هو الكبد اللي ربنا خلقه شغال وقادر يقوم بهذه الوظائف. مفيش حاجه احسن من الطبيعه اللي عملها ربنا، مفيش حاجه احسن من الكبد اللي ربنا ادهولي. انا هزرع كبد فعلا لما اكون مش محتاجه، ما ينفعش معايا الا كده بالظبط. طول ما الكبد بتاعي شغال وطول ما نسبه التليف دي موجوده وظائف الكبد متكافئه والكبد شغال، اذا توقف تماما هنا لما يتوقف تماما ونوصل لهذه المقاييس اللي انا قلت لحضرتك عليها، المقاييس الاكلينيكيه والمقاييس بالمقاييس العلميه، ساعتها نفكر في زرع كبد، يبقى ملناش حل الا هو. تمام.
في تفضيل رجل عن ست، شاب عن كبير، ولا لا يعني ما فيش لا، هو المسألة دي؟ طبعا كل ما كان السن بالنسبه للمريض كل ما كان السن اصغر كل ما كان احتماله العمليه أفضل. احسن، كل ما كان السن اكبر. يعني السن نقول لو 40 ماشي، 50 ماشي، ما فيش مانع. 40 ولحد لحد 60 سنه احنا بنعمل العمليه بامان لحد سن 60 من سنه. كام لغايه سن 60 في الكبار؟ يعني من 30 ل 40 لا، ولا احنا في اي وقت؟ بنسأل عن الاطفال من سن سنه، تمام. ممكن يبقى اذا عامل السن لغايه سن 60 ده الشرط لحد الاخير، سن 60 ده الشرط لكن الاخير. نبدا من الولاده لحد 60 كل ده ما فيش مشكله فيه. طيب في حاجه خاصه بالضغط الدم، شروط، بالسكر، بامراض مزمنه اخرى، امراض خاصه بالدم، بالاورام، بالسيوله، ولا لا طبيعي برضه؟ طبيعي. احنا المريض اللي بيخضع لزراعه كبد بيخضع للتحضير لاجراء زراعه كبد بيخضع لسلسله طويله جدا من الفحوصات، بنفحص جميع اعضاء الجسم، تمام، بنفحص القلب، بنفحص الصدر، بنفحص الكلى، تمام، للتاكد من سلامتهم تماما وقدره احتمالهم على هذه الجراحه الكبرى. تمام، هنتكلم برضو بمزيد من التفصيل ولكن بعد التليفون. الو، ايوه يا فندم. عليكم السلام، انا اتفضلي. دكتور اتفضلي، معاك الدكتور محمد، اتفضلي. يا دكتور محمد لو سمحت، انا كان عندي دور كده، عندي صديد اوفر 100 وكان نقرس عالي، فعملت تحاليل وعملت اشعه وكده سونار وكده، طلع ان في تضخم بسيط جدا في الكبد ودهون بسيطه. هل دي ليها علاقه بالصديد وكده ولا ايه؟ وايه علاج الحاله دي؟ هو صديد ايه؟ صديد في صديد في الكلى؟ صديد في الكلى ولا في البول؟ البول حضرتك. في البول. تمام. كان اوفر 100. ايوه، فانا عايز اعرف لما عملت الاشعه على الكبد وكده، هو طلع ان في تضخم بسيط جدا ودهون بسيطه. هل الحاله دي تخوف؟ انا عايز اعرف علاجها ايه. طيب سن حضرتك كام؟ 58. حاضر، ماشي، شكرا. بناخد علاج ضغط او سكر؟ بناخد علاج ضغط او سكر؟ ضغط باخد كونكور 5 بلس. سكر بناخد علاج سكر؟ لا. تمام، شكرا جزيلا والف سلامه. هل في علاقه ما بين صديد ال الكلى وتضخم الكبد؟ البول. لا. موضوع صديد اللي موجود في البول ده اللي اوفر اللي طلع فوق ال 100 في التحليل ليس له علاقه تماما بموضوع تضخم الكبد. تضخم صديد الكلى ده هيتعالج، هنعرف سببه ايه ويتعالج بناء على مزرعه او حسب ما يرى دكتور المتخصص في المسالك البوليه. موضوع تضخم الكبد ليه اسباب، من اهمها الكبد الدهني، ان الكبد يكون فيه نسبه دهون اعلى شويه من الطبيعي فتخلي الكبد اكبر شويه من حجم الطبيعي. وده مش لازم يكون حاجه مرضيه، يكون حاجه مرضيه فقط لو عملنا معاه تحليل الدهون لانها عاليه، او لو عملنا معاه تحليل انزيمات الكبد لانها عاليه. ساعتها نفكر ان ده حاجه مرضيه، تضخم كبدي مرضي. فاللي انا انصح حضرتك بيه ان احنا نعمل تحليل دهون وتحليل سكر وتحليل فيروسات، نطمن على كفاءه الكبد، لو الحاجات دي كلها طلعت طبيعيه موضوع تضخم الكبد ده ما قلناش خالص، طول ما كل حاجه كفاءه الكبد طبيعيه وما عندناش اي عوامل قد تؤثر على كفاءه هذا الكبد. لكن ما بيتقالش يا دكتور انه بدا مشوار الكبد الدهني لازم اخد حذري منه، والا هصل زي ما حضرتك قلت من شويه انه حاله فشل كبدي تام. طبعا مش بنخوفها، لكن يعني بنقول احتياطات من البدايه، لان هو مشوار بيبتدي. يعني بنقول حجم الكبد الدهني دلوقتي بهذا الشكل، احافظ ازاي على انه لا تتفاقم الحاله واصل الى لا قدر الله فشل او غيره؟ يعني بالظبط، يعني الكبد الدهني بيحتاج زي مبدئيا هي الفحوصات اللي احنا قلناها عليها. أيوة. دي علشان تقول لنا احنا فين بالظبط. بالظبط. الوقايه بقى من الكبد التضخم. أيوة. الكبدي او الكبد الدهني بيعمل لنا مشاكل، تنزيل الوزن شويه، لو السكر عالي نظبطه، لو الدهون عاليه في الدم نظبطها. كل دي حاجات وقائيه، ما ناخدش اي ادويه عماله على بطال، وخاصه المسكنات والحاجات اللي ممكن تؤثر على انزيمات الكبد وتعليها. يعني نحترس من كل العوامل التي قد تؤثر على كفاءه الكبد. الاكل هو نتجنب بس الدهون الزياده والنشويات الكتير والسكريات، يعني عشان ده في الاخر بيتحول في الجسم لدهون تتراكم في الكبد لو هي كميه زياده. بالظبط بالظبط، ده شيء مهم جدا جدا، لانه زي ما حضراتكم بتقولوا لنا انه بعد ان شاء الله ما ينتهي الامر فيما يخص فيروس سي وخطورته على الكبد، احنا بنفكر في الكبد الدهني. بالظبط، لانه هيدخلنا لا قدر الله لنفس تمام. طيب خلينا نتكلم عن التحليلات المطلوبه بالتفصيل في قبل عمليه الزراعه، والاعداد المتبرع ازاي، واللي بتتم له زراعه في يوم العمليه نفسها، بحيث ان الناس برضو ايه بقى عندها ثقافه طبيه. تمام. اولا هو بالنسبه للتحضير سواء للمريض او المتبرع، احنا بنهتم جدا في الفحوصات القبليه اللي هي ما قبل العمليه، بنهتم قوي بتحليل عوامل تجلط الدم.
يعني نسبة السيولة بتاع الدم عاملة ايه بالنسبة للمريض والمتبرع؟ هل المريض ده عنده سيولة زايدة او العكس، او عنده قابلية لتجلط الدم زائدة؟ الحاجات دي تهمنا جدا فترة العملية وفترة ما بعد العملية. يهمنا جدا تحليل كافة الفيروسات الخاصة بالكبد، في فيروس سي وفيروس بي وفيروس اي وفيروس حاجة اسمها سي ام في وحاجة اسمها ايبشتاين بار. الحاجات دي كلها بتهمني جدا اطمن انها مش موجودة عند المريض، لان وجودها عند المريض بطريقة او باخرى قد يؤثر على كفاءة الكبد المزروع بعد كده. يهمني جدا اطمن على كفاءة عضو مهم جدا زي الكلى، لان كفاءة الكلى في مريض هيزرع كبد من الحاجات اللي قد تؤثر على نتيجة العملية. لو كفاءة الكلى دي نص نص او شغالة بدرجة ليه مقبولة بقى؟ يقدر يتعايش بيها حاليا، لكن بعد الزرع ممكن تؤثر على كفاءة الكلى. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لان مريض الكبد اللي هيعمل زرع الكبد وقت العملية والاسبوعين ثلاثة اللي بعد العملية بياخد كم محاليل كتير شوية. لو ما كانتش الكلى عندها كفاءة كويسة تقدر تستحمل هذه وتستوعب هذه المحاليل الكتيرة، هيبقى يؤثر عليها بالسلب. الحاجة التانية الأهم من كده، إن هل ده شرط مانع ولا شرط يعني نقدر نتداركه؟ مسألة حالة الكلى في عملية زراعة. هقول لحضرتك الحاجة التانية اللي ممكن تؤثر على كفاءة الكلى بعد زراعة الكبد هي الأدوية الكتير. احنا برضو بنضطر بعد عملية زراعة الكبد بناخد أدوية كتيرة جدا، يمكن بناخد يمكن مش أقل من 10-15 صنف يوميا، خاصة في الثلاث أربع شهور الأولين بعد عملية زراعة الكبد. منها أدوية المناعة، أدوية مثبطة المناعة، والأدوية مثبطة المناعة دي معظمها بيؤثر على الكلى أو بدرجة أو عشان ما بأخرى. يرفضش الجسم الجهاز الممنوع الكبد يعني بالظبط، عشان اللي تم الجسم زراعته. احنا بنضطر ناخد أدوية للمناعة عشان الجسم ما يرفضش هذا الكبد، لأن الكبد ده بالنسبة له عضو غريب، عضو جديد عليه فبيهاجمه كأنه ميكروب. فإحنا بنضطر ندي أدوية مثبطة المناعة عشان تتعامل هي مع هذه المناعة وتمنع رفض هذا الكبد. والأدوية الكتير بناخدها بعد العملية مش أدوية المناعة بس، بناخد مضادات حيوية، بناخد أدوية مضادة للفطريات، بناخد أدوية مضادة للبكتيريا، كل الأدوية دي حمل على الكلى. لكن ما كانتش الكلى بتاعتنا تقدر تستحمل هذا جيدا، يبقى إحنا هنبقى في حرص شوية. سؤال حضرتك، هل ممكن تمنعنا خالص موضوع الكلى ده من زراعة الزراعة؟ ممكن يكون مانع لزراعة الكبد. يعني لو وصلنا لحدود معينة، برضو دي متعارف عليها عالميا، بنشوف معامل استخلاص الكرياتينين، بنشوف كفاءة الكلى بحاجة اسمها مسح ذري على الكلى، بنعمل تحليل بول بالتفصيل، يعني بنعمل تحليل نسبة البروتين 24 ساعة ونسبة استخلاص الكرياتينين اللي هي كفاءة الكلى، بتدينا صورة عامة عن كفاءة كل ده. يدينا مؤشر؟ يدينا مؤشر. لو تخطى حدود معينة بنقول احنا اسفين. لكن مفيش بدائل، يعني بمعنى ايه؟ ان انا اعمل الزراعه وانا بقى انا هنا بنقذ حياه برضو بشكل كبير، اوصل لفشل كبدي تام وحاله الكبد نص نص، فاستخدم ادويه بديله، يعني ادويه تكون شويه مش حمل ثقيل على الكلى. وده موجود، ده اختيار موجود عندي، ان احنا بنحتمل او بنتحمل القصور في كفاءه الكلى الى حدود. ايوه، نقدر نتعامل معها بعض الادويه اللي تحافظ على هو الكلى. طريق يعني زي ما بنقول حف سكين وبمشي عليه مضطر. لكن انا هكمل حضرتك حاجه، لو فرضنا ان القصه استحالت، يعني لقينا كفاءه الكلى متاثره جدا ومفيش حل، لازم المريض يزرع كبد، نعمل ايه بالظبط؟ هيبقى الحل هو زراعه كبد وكلى مع بعض في نفس الوقت، في نفس العمليه. في نفس العمليه. ده اجراء ما بيتعملش في مصر، يعني يمكن اتعمل في مصر بنسبة قليلة جدا، يمكن مرة أو اتنين في خلال آخر يمكن سنتين ثلاثة، ولكن هو ما بيتعملش إلا بره مصر. إن نعمل لو كانت الكلى تعبانة جدا وكبد تعبان جدا، بنعمل زرع كبد وكلى في نفس الوقت، عملية واحدة. تمام. طبعا ده إجراء معقد جدا. أيوه. وبيحتاج يعني رعاية مركزة فائقة جدا بعد العملية. بالظبط، تبقى الحالة يعني محتاجة مزيد من الرعاية والدقة. اتنين متبرعين، متبرع بكلى ومتبرع بكبد، بيحتاج رعاية خاصة جدا بعد العملية. معانا تليفون دكتور. ألو. الو، ايوه، لو سمحت اكلم الدكتور. اتفضلي، معاك الدكتور محمد، اتفضلي. ماشي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا ابني عنده 32 سنه وعنده دهون على الكبد، يعني عمل تحاليل واشعاعات فطلعت فيه دهون، هو رفيع قوي يعني، وعنده دهون على الكبد والكوليسترول عالي وانزيمات عاليه، وعنده نقرس برضه، فمش عارفه يعني بياخد العلاج ولسه برضه الانزيمات عاليه، يعني انا مشغوله عليه، يعني يعمل ايه تاني؟ هل الامر واضح؟ دي بتنزل يا دكتور ولا ايه يعني؟ ما بناخدش علاج سكر. ما بياخدش علاج سكر. بياخد علاج سكر؟ الخطا اتفضل. بص يا طبعا هو ظل متاح يعني معلومات، هو كونه رفيع ده ما يمنعش ان هو ممكن يكون عنده دهون على الكبد، لان قصه الخلل
في تعامل الكبد مع الدهون مش مرتبطه قوي بالوزن. يعني صحيح ان غالبيه المرضى اللي عندهم نوع كبد بيكون وزنهم زياده، لكن ده ما يمنعش ان في نسبه من المرضى رفيعين زي ما حضرتك بتقولي وعندهم هذا الخلل. الكبد الدهني بيثبت بان احنا لازم نستبعد كل الاسباب الاخرى اللي بتعلي وظائف الكبد اللي بتسبب علو في انزيمات الكبد زي الفيروسات وغيرها والالتهاب الكبد المناعي وتعامل الجسم مع النحاس وتعامل الجسم مع الحديد. كل دي حاجات ممكن تعلي وظائف الكبد خاصه في السن اللي هو 32 سنه حضرتك قلتيه. فانا قبل ما اقول ان هذا الكبد كبد دهني لازم اكون استبعدت تماما الاسباب الاخرى اللي ترفع انزيمات الكبد. خاصة لو حضرتك بتقول هو مستجيب للعلاج، يعني احنا بتقول بناخد ادوية الدهون وبناخد ادوية الكبد ما بيستجيبش، فلازم هنا نتنبه ونرجع تاني نرجع خطوة لورا ونشوف هل احنا عملنا كل الفحوصات اللازمة عشان نستبعد الاسباب الاخرى ولا لا، عشان ما يكونش في سبب اخر واحنا غافلين عنه. بالظبط. الكبد الدهني بيحتاج تدخل بعلاجات في انواع جديدة دلوقتي طلعت كتيرة بتتيح لينا ان احنا نتعامل مع هذا الكبد الدهني بطرق يمكن احسن من السابق. لازم نحاول معاها كلها ولازم نتابعه عن قرب، يعني لازم مريض اللي عنده دهون على الكبد مسببه ارتفاع في الانزيمات دي نعمل تحليل مثلا كل شهر وكل شهرين بالكثير خالص عشان نتاكد من استجابه العلاج اللي احنا. بالظبط. خلينا يعني نربط على طول يا دكتور ما بين علاقه الكبد المزروع بالفيروسات. يعني لو كان المريض تمت زراعه الكبد له نتيجه الفيروس سي، هل بنفترض ان احنا نكون في الاول عالجناه تماما 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 وبعد كده من فيروس سي وبعد كده نبدا مرحله الزراعه، وهل ينتقل فيروس سي بعد من اذا انا مش عارف طبيعه الامر يعني هتبقى ازاي في المرحله دي، وبالتالي السؤال يكون انه هل ينتقل فيروس سي الى الكبد المزروع من نفس المريض ولا؟ طبيعي. هو طبعا رجوع فيروس سي للكبد المريض الكبد المزروع بيحدث اثناء اجراء زراعه الكبد. يعني مجرد ما انا جبت الكبد الجديد ده وانا في اوضه العمليات واحنا بنحطه جوه المريض ونوصل له الشريان الكبدي والوريد البلدي بتاع هذا المريض خلاص دخلوا الفيروس. لكن الفكره هل هذا الفيروس هيؤثر على هذا الكبد وهيؤثر عليه امتى؟ طبعا قصه هنعالج الفيروس ده قبل ولا بعد. القصه دي ما زال لحد النهارده فيه اختلاف عليه ما بين علماء الطب في العالم كله، نعالج قبل ولا نعالج بعد، خاصة مع وجود الأدوية الجديدة. يعني أزرع بعد ما أعالج خالص من فيروس سي ولا أزرع والمريض ولا نستنى. الحقيقة القصة دي تعتمد على قدرة كبد هذا المريض على تحمل هذه الأدوية الجديدة. يعني لو أنا عند المريض ده يقدر يتحمل هذه الأدوية وحالته تستحمل إن أنا أديله فترة العلاج الثلاث شهور أو ست شهور اللي أنا هديها، برضه بمقاييس بقياس نسبة البروتين ونسبة الصفرة ونسبة السيولة، لو الحاجات دي تستحمل إن أنا أدي هذا العلاج علاج فيروسي يبقى الافضل ان انا اعالج المريض قبل عمليه زراعه الكبد. لان انا كل ما عالجته قبل زراعه الكبد ودخلته وما عندوش فيروس ده بيدينا نتائج احسن. طبعا امنت المساله بعد الزراعه. بالظبط. ده ليه مقاييس برده عالميه بتقاس برده بمقاييس ومعايير كده بنحسبها بالورق وبالورقه والقلم وبالارقام، هل احنا هنقدر نعالج المريض قبل العمليه ولا لا؟ غالبيه المرضى الحقيقه ما نقدرش نعمل نوصل معاهم للنقطه دي. ما نقدرش، لان زي ما قلت لحضرتك احنا ما بنزرعش كبد الا لما يكون الكبد متاثر فعلا. فصعب جدا ان انا اقدر اعالج المريض قبل عمليه زراعه الكبد. فبيكون دايما الحل الامثل ان انا هعالج ازرعه وبعدين اعالج عادي بعد العمليه. بعد زراعه الكبد التعرف على المتعارف عليه عالميا دلوقتي ان احنا بنزرع بنعمل علاج فيروس سي، بندي للمريض علاج فيروس سي بعد زرع كبد بحوالي 3 شهور. ايوه. اشمعنى 3 شهور؟ ان الفتره دي لازم تعدي الاول بامان على المريض. الجسم يقبل الزراعه، الكبد ونوبات تحدث ممكن تحدث نوبات رفض، يعني بيحصل مهاجمه للمناعه للكبد دي ممكن تبقى زياده قوي في اول 3 شهور واقدر اسيطر مش اول موبه خلاص العمليه فشلت خلاص. وجود رفض في زرع الكبد بنسب قليله جدا، نسب قليله جدا في العالم كله وعمرها ما بتؤدي الى مشاكل كبرى ودايما قادرين على التغلب عليها. فلازم يعدي 3 شهور بعد عمليه زراعه الكبد، اقدر خلال الثلاث شهور دي تقدر خلايا الدم تثبت، يعني الهيموجلوبين يرفع، عدد صفائح الدم يرفع، كفاءه الكبد تتحسن، نوبات الرفض دي تقل، اقدر اكون قللت شويه الادويه اللي بياخدها المريض اللي بياخد ادويه كثيره جدا في الاول. ساعتها بعد 3 شهور اقدر ادي علاج بامان تام وبكفاءه عاليه جدا وبجيب نتائج فوق 90%. نوبات الرفض ايه شكلها؟ يعني هل يقدر يحس بيها المريض ويجي لك بسرعه وتقدر نتعامل ولا بيبقى؟ اولا هي نوبات الرفض بتبقى ممكن ما نحسش بيها خالص، احنا بنلحظها في التحاليل، يعني بنلاقي الانزيمات عاليه، بنلاقي الصفره عاليه، لكن غالبا المريض ما بيحسش بيها بطريقه مش اعراض يعني. عشان كده دايما المتابعه بتاع مريض زرع الكبد بعد العمليه بتبقى قريبه قوي، يعني اول مثلا 3 شهور لازم تجينا كل اسبوع بنشوف التحاليل. وعاده احنا بتكون بقول حاجه تحت السيطره بالادويه اللي احنا
بنديها بتاعة أسلوب المعالجة. حياة مريض تم زراعة كبد له ما بعد مرحلة العملية على طول، إيه الأسلوب الحياة بحيث إنه يعني يستعيد صحته بسرعة وتم عملية الاستشفاء؟ تمام. هي طبعا أهم حاجة الفترة الأولانية بعد الجراحة هي حرص المريض من العدوى، من التقاط الميكروبات. أيوه، فعشان كده بنكون حريصين، حتى لو في الوانزا، حتى لو كذا، حتى أي لو حاجة. أبسط حاجة، لأن المريض بيكون معرض جدا للإصابة بأي ميكروب. عشان كده أنا بديله مثبطات مناعة بقى وحاجات بنديله كده. يمكن نوعين أو ثلاثة كمان مثبطين للمناعة، أحدهما كورتيزون. فلازم يكون المريض محرص جدا، يعني بنقول له لما يجي مروح من المستشفى نقول له هنقعد في البيت في اوضه جيده التهويه وننظفها كل يوم، تكون معرضه للشمس والشمس تخشها، وننظفها بمطهرات، ومحدش يخش لك مع مرض الابطال، اللي يخش لك قبلات وحاجات بلاش. ممنوع تماما. الزيارات ما بنقللها بقدر الامكان، بيبقى لابس المريض ماسك واللي جاي يزوره لابس ماسك عشان نقيه من انتقال العدوى بالظبط. من طب شخص معانا اخر لشخص. تليفون يا دكتور. الو الو الو، هل التليفون معانا؟ الو، لا التليفون. شكرا جزيلا. طب نقول يا دكتور، يعني الاحتياطات اللي يجب يراعيها زي ما قلنا المريض بعد العملية وتستمر احنا قلنا انه يعني مجرد فقط الفيروسات، لكن اسلوب اكله، بياكل ازاي؟ هل بياخد مدعمات؟ بياخد برضه فيتامينات؟ ماذا برضه بعد يعني خلاص تمت الاستشفاء في 3 شهور، هيبدأ يعالج فيروس ازاي؟ هيعالج فيروس سي بتتناول الادويه الحديثه. احنا بندي ايوه علاج الفيروس سي تقريبا 3 شهور او 6 شهور حسب حاله المريض. هي نوع الاقراص الموجوده حديثا، قرصين او 3 في اليوم حسب حاله المريض، وبنسبه اللي نجاح بتعطى عادي لأي حد، اللي بتعطى عادي مش خاص بالزراعة، لا لا مش بالناس خاص اللي عندهم بالزراعه، نفس زراعة الادويه اللي بتستخدم في علاج المرضى فيروس. العاديين اللي هو مش عاملين زرع كبد، هي نفسها اللي بتستخدم، بس برضه باحتياطات خاصه، باحتياطات تقول لنا بياخد ادويه المناعه ايه، عشان ممكن يكون في تداخل من الادويه الكتير اللي بياخدها مع ادويه فيروس سي، وبنحتاج احيانا نقلل جرعه ادويه المناعه جدا علشان بيبقى فيه طب ياكل ايه ويشرب ايه ولا بياكل عادي ايه؟ احنا بعض المريض اللي بيعمل زرع كبد اللي ما عندوش اي مرض اخر غير الكبد بياكل عادي خالص، بياكل الاكل الطبيعي اللي هو العادي جدا بتاع اي حد في المرحله العمريه المتوازن، بتاعته. يعني بلاش يكسر من الدهون ولا الكلام. ملاحظه الاكل المتوازن العادي بتاع المرحله العمريه بتاعت هذا المريض. تمام. لكن لو عنده مثلا ضغط، عنده سكر، في احتياطات بقى لازم يتعالج. بتاعت كل واحد على حده لازم بنقولها له، لكن هو لو ما عندوش حاجه الا الكبد فقط بياكل اكل عادي خالص. تمام. خلينا نقول اللي يعني اللي حابب تقوله فيما يخص الناس اللي عندهم يعني تفكير انهم يعملوا زراعه كبد، يعني حابب تقول لهم حاجه؟ حابب اقول لهم اولا ان زرع كبد دلوقتي في مصر بقاله 17 سنه وحقق نسب نجاح يمكن تعادل النسب العمليه ان ما كانتش فائتها بفضل الله، لان في خبرات طويله جدا في القصه دي، وبقى في عندنا بدل المركزين 3 عندنا قرابه ال 15 مركز متوازعين على مستوى الجمهوريه بنسب نجاح كويسه جدا. زرع الكبد دلوقتي بقت حتى ناحيه التكلفه الماديه بقت اقل بكتير، بالظبط. فما تخافش، والدوله بتساعد بشكل كبير. لو احنا لو نصحت بزرع الكبد خد التجربه بامان تام وبنسبه نجاح عاليه وتوكل على الله، مش هقول حاجه اكتر من كده، لكن اي مكان بيعمل زرع كبد بيتخذ الاحتياطات اللازمه جدا شديدة عشان جدا. امان حضرتك وامان المتبرع اللي حضرتك هيتبرع على حضرتك بالعمليه، ان يهمنا انتوا الاثنين، يعني يهمنا حضرتك جدا كمريض ويهمنا المتبرع جدا كشخص والاثنين سليم بيتبعوا يا دكتور، والاثنين بيتبعوا، الاثنين بيتبعوا، طبعا. مش اللي تمت زراعه له كبد فقط لا والمتبرع يعني لا، ده يمكن بيمشي. عندنا المتبرع بيكون اهتمامنا بيه اكبر تمام من المريض، ان المتبرع بالظبط ده شخص سليم وبيعمل صح عمل جليل، فلازم نهتم بيه صح جدا ونهتم ولازم بامانه. يكون من الاقارب قوي ولا ممكن اي حد؟ القانون سمح بالاقارب لحد الدرجه الرابعه. لكن علميا قصدي، علميا ممكن اي لا حد. علميا ممكن اي حد. تمام. علميا ممكن قريب او غريب. تمام. دكتور محمد بشكرك جدا جدا على شكرا وقتك وعلى تشريفك لينا، وان شاء الله نتقابل في حلقات قادمه ان شاء الله. شكرا. اعزائي المشاهدين، وفي نهايه هذا اللقاء بنشكر ضيفنا الكريم الدكتور محمد عبد الوهاب الابجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي وزراعه الكبد بالمعهد القومي للكبد، واشكر حضراتكم مؤقتا. بعد قليل نلتقي مع ضيف اخر، انتظروا.
قناة صحتي. خدمة طبية مجانية، كفاءة فاعلية، جودة في الأداء. على صحة